السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي سادة تالتة إعدادي، خلصت بقى الجغرافيا. النهاردة بإذن الله تعالى هراجع معاكم التاريخ، برضه هركز على بعض النقط اللي موجودة في امتحان التاريخ. يلا بينا. أول سؤال بيقول لك إيه؟ أمام بعض الإنجازات لثورة 23 يوليو 1952 انسب كل منها إلى المجال الذي ينتمي إيه؟ طبعًا أنتوا عارفين إن عندي أربع مجالات، مجال سياسي ومجال الاقتصادي اللي هو الزراعة صناعة تجارة والمجال الاجتماعي والمجال العربي والدولي. اول سؤال عندي بيقول لك حل الاحزاب السياسيه. طبعا الاحزاب السياسيه هي من المجال السياسي. تم حل الاحزاب في يناير 1953 ايام الملك احمد فؤاد الثاني. رقم 2، كسر احتكار السلاح العالمي. طبعا ده مجال عربي ودولي. لما مصر عملت صفقه الاسلحه الشرعيه لما خدت السلاح من الاتحاد السوفيتي بدل ما تاخد من الولايات المتحده الامريكيه. رقم 3، تمصير البنوك وشركات التامين. طبعا ده مجال اقتصادي. رقم 4، صدور قوانين الاصلاح الزراعي. طبعا ده في المجال الاجتماعي للقضاء على الاضطراب. السؤال الثاني بيقول لك قام تنظيم الضباط الاحرار في الجيش المصري بثوره 23 يوليو 1952 التي حققت اهداف وانجازات في جميع المجالات. فدول عباره 1، عوامل قيام ثوره 23 يوليو 1952. طبعا انا عندي 6 عوامل لقيام الثوره. اول عامل اللي هو استمرار الاحتلال البريطاني بتدخله في شؤون مصر، هزيمه الجيش المصري في حرب فلسطين، سوء الاحوال الاقتصاديه، سوء الاحوال الاجتماعيه، فساد النظام الملكي، وعدم وجود حياه ديمقراطيه سليمه. رقم 2، اهداف ثوره 23 يوليو 1952. فرق ما بين عوامل قيام الثوره واهداف الثوره. اهداف الثوره 3 قضاء و3 اقامه. القضاء على الاستعمار والقضاء على الاقطاع والقضاء على الاحتكار وسلطات راس المال واقامه جيش وعداله وحياه ديمقراطيه سليمه. سؤال رقم 3، انجازات ثوره يوليو سنه 1952 في المجال العربي والافريقي. طبعا احنا ان مصر طبعا ساعدت الدول الافريقيه على الاستقلال زي تونس والمغرب والجزائر وكينيا واليمن. السؤال الثالث بيقول لك تحققت كثير من الانجازات في مصر بعد ثوره 23 يوليو سنه 1952. فدول عباره واضحه. ما المقصود بعدم الانحياز؟ طبعا عدم الانحياز هو عدم الانضمام للكتلتين، الكتله الشرقيه والكتله الغربيه. والمصطلح ده ظهر سنه 1955 في مؤتمر اسمه باندونج في دوله اندونيسيا، لما مصر والهند واليوغوسلافيا واندونيسيا اتجمعوا مع بعض وعملوا حركه عدم الانحياز. رقم 2، مظاهر اهتمام ثوره يوليو سنه 1952 بالتعليم. طبعا التعليم في مجال الاجتماعي، ازاي يوليو اهتم بالتعليم وجعل التعليم بالمجان لجميع مراحله حتى التعليم اللي هو الجامعي. رقم 3، انجازات ثوره يوليو في المجال الصناعه. طبعا طالما جبت لك صناعه تبقى مصانع على طول. عندك في مصنعين، مصنع الاسمده في اسوان والحديد في حلوان. طبعا الاسمده ده متعلق بالاراضي الزراعيه. والاهتمام بالتعليم الصناعي، خلي بالك التعليم الصناعي هنا الاقيه في المجال الاقتصادي، الاقتصادي، انما مجانيه التعليم ده اجتماعي، فرق بين الاثنين. والبحث والتنقيب عن البترول زائد انشاء معامل تكرير البترول. رقم 4، قال لك ثوره يوليو كان لها انجازات في مجال الزراعه. طبعا مجال الزراعه اللي هو استصلاح الاراضي الصحراويه، ده بيسموه توسع افقي. طبعا انشاء السد العالي وافتتاح سنه 1971، والسد العالي نتج عنه اللي هو حمايه مصر من خطر الفيضان وتوليد الطاقه اللي بيسموها الطاقه الكهربائيه. رقم 1، صار رقم 4 يقول لك بريطانيا سيمت دور كبير في اقامه وطن قومي يهود في فلسطين. في دول عباره ما الاجراءات التي قامت بها بريطانيا في تنفيذ وعد بيلفور؟ طبعا بريطانيا عشان تنفذ وعد بيلفور عملت حاجتين، السماح لهجره عدد كبير من اليهود الى فلسطين، ثاني حاجه السماح بانتقال ملكيه الاراضي من العرب الى اليهود عن طريق الشارع. السؤال الثاني يقول لك موقف الشعب الفلسطيني من هذه الاجراءات. ان الشعب الفلسطيني جه سنه 1929 عمل انتفاضه، 36 عمل ثوره اللي هي بقياده اللجنه العربيه، و39 برضه عملوا ثوره. السؤال رقم 5 بيقول لك لقد كانت حرب اكتوبر حدثا فريدا ونقطه تحول في الصراع ما بين اسرائيل والعرب. دول عباره جهود الرئيس السادات في اعداد الجبهه الداخليه سادات حرب اكتوبر. طبعا انتوا عارفين ان السادات عمل جهود داخليه وجهود خارجيه. الجهود الداخليه ممثله في تقويه الجيش وتسليح الجيش، 2، القضاء على المراكز والقوى، 3، اصدار الدستور الدائم سنه 1971، رفع رقابه من على الصحف. اما خارجيا صفى الخلافات مع الدول العربيه عشان يقدر يستغل موارد الدول العربيه. رقم 2، ما هي الدروس المستفاده لحرب اكتوبر سنه 1973؟ طبعا الدروس المستفاده دي لك ممكن بشكل اخر اللي هي ما النتائج المطلوبه على حرب 73 هي منطق القوه لا يمنح سلاما، انتهاء نظريه الامن الاسرائيلي لما حطمنا خط برليف وخط الون، وانهاء حاله لا سلم ولا حرب. رقم 3، كيف اظهرت حرب اكتوبر مدى اهميه التضامن العربي في مواجهه الخطر الاسرائيلي؟ طبعا ان الدول العربيه سندتنا ماليا وعسكريا وسياسيا. عسكريا الدول العربيه وقفت معانا زي الجزائر وزي تونس وزي المغرب وزي العراق، اما ماليا هي دول الخليج العربي وقفت معاكم برضه الجزائر.
اما سياسيا وزراء النفط اللي هم البترول اجتمعوا في الكويت عشان يقللوا انتاج البترول ويمنعوا البترول من الدول اللي بتساند اسرائيل زي الولايات المتحده الامريكيه لما رئيسها طلب مساعدات على جبل اسرائيل. السؤال السادس بيقول لك سيناء ارض مصريه ولقد سجل التاريخ لاهالي سيناء موقف كثيره من الانتماء. في ضوء هذه العباره وضح اسباب العدوان الثلاثي على مصر. ليه العدوان الثلاثي جه على مصر؟ طبعا انا عندي ثلاث اسباب، بالنسبه لي فرنسا عشان مصر ساندت الجزائر على التحرر، بالنسبه لي انجلترا عشان مصر مين شكل قناه السويس، بالنسبه لاسرائيل عشان مصر عملت صفقه الاسلحه الشرقيه. رقم 2 اسباب هزيمه 5 يونيو سنه 1967 اللي هي النكسه، اول واحده عدم استعداد العرب، 2 تفوق الجيش الاسرائيلي خاصه سلاح الجو، 3 تقديم الولايات المتحده الامريكيه ومساعدات لاسرائيل عن طريق اللي هو ادتها معلومات عسكريه عن اهم النقط الموجوده عندك، استخدام اسرائيل عنصر المفجع. رقم 3 بيقول لك مظاهر تصدي القوات المصريه للاعتداءات الاسرائيليه بعد عدوان 5 يونيو. مصر عملت ايه عشان تتصدى لاسرائيل؟ طبعا مصر دخلت مرحلتين، مرحله الصمود ومرحله الاستنزاف. الصمود اللي هي معركة رأس العش لما إسرائيل حاولت تستولى على بور فؤاد. رقم 2 تدمير المدمرة إيلات. أما بالنسبة لمرحلة الاستنزاف إن مصر عملت حائط صد صواريخ على الضفة الغربية. يجي لك سؤال بما تفسر ليه؟ لمنع مرور الطائرات من الضفة الشرقية إلى الضفة الغربية. تاني حاجة القصف المستمر لخط بارليف عن طريق المدفعية. خلي بالك تدمير مدمرة إيلات طبعا دي صواريخ بحرية، اما حائط صد الصواريخ ده برضه صواريخ بس بريه. اما بالنسبه لخط بارليف ده كان طبعا مدفعيه. رقم 4 مزايا تحقيق السلام لكل من مصر والدول العربيه. خلي بالك السؤال ده من اشهر الاسئله اللي بتيجي وغالبا بيجي دايما. مزايا السلام على الاقل السؤال ده احفظ 5 كلمات فيه اللي هما الاستقرار والتنميه والسياحه وراس الاموال واخيرا المشاريع. وحط جمله بقى يعني حط جوه الجمله يعني مثلا ايه؟ اولا الاستقرار، ان السلام يساعد على الاستقرار، التنميه ان السلام يساعد على قيام مشاريع التنميه، السياحه ان السلام هيشجع حركه السياحه، راس المال ان السلام هيساعد ان يبقى في مستثمرين يستثمروا عندك، واخيرا ان السلام هيساعد على قيام المشاريع. السؤال السابع يقول لك تجمعت العديد من الاسباب لاندلاع ثوره 25 يناير. السؤال الاولاني دور الانتخابات البرلمانيه سنه 2010 في قيام ثوره 25. طبعا بسبب تزوير الانتخابات سنه 2010 لان الحزب الوطني اللي هو كان تابع حسني مبارك ده خد 97% من مقاعد مجلس الشعب. كيف كان الجيش المصري الضامن لثوره 25 يناير؟ لان الجيش حمل ممتلكات وحمل افراد. رقم 8 بيقول لك اوضح بيان 23 يونيو 2013 ان المسؤوليه الوطنيه والاخلاقيه للقوات المسلحه تحتم التدخل لمنع انزلاق مصر في نفق مصر. اسباب ثوره 30 يونيو سوء الاحوال الاقتصاديه واستمرار سوء الاحوال الاجتماعيه. رقم 2 نتائج ثوره 30 يونيو 2013 عزل الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو 2013 وتسليم السلطه لرئيس المحكمه الدستوريه اللي هو عادل منصور وتعديل دستور 2012 واصدار دستور 2014 واجراء الانتخابات وفوز السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. خلي بالك اول انجاز قام بيه ثوره 23 يوليو هو قانون الاصلاح الزراعي، لان قانون الاصلاح الزراعي كان في سبتمبر 1952 مش الغاء الدستور، اول انجاز قانون الاصلاح الزراعي. رقم 2 الاهتمام بالتعليم الصناعي طبعا من انجازات الاقتصاديه. رقم 3 احكاما للحصار الاقتصادي العربي على اسرائيل سنه 67 مصر قفلت طبعا خليج العقبه. رقم 4 ظهر انحياز هيئه الامم المتحده لليهود من خلال طبعا تقسيم فلسطين. خلي بالك هيئه الامم غير عصبه الامم، عصبه الامم ديت اللي خلت فلسطين تحت الانتداب البريطاني بعد الحرب العالميه الاولى، اما هيئه الامم المتحده اللي ظهرت بعد الحرب العالميه الثانيه. فلسطين لها اهميه خاصه في قلوب العرب طبعا عشان ولد بها سيدنا عيسى واسريه بها سيدنا محمد واولى القبلتين وثالث الحرمين. السؤال الثاني بيقول لك سوء الاحوال الاجتماعيه قبل ثوره 23 يوليو. طبعا عندي حاجتين، عندي اول حاجه اللي هي ظاهره المقطاع اللي هي سوء توزيع ملكيه الاراضي الزراعيه مما نتج عنها ان بقى فيها قليله تمتلك اراضي كثيره، بقى في جهل وفي فقر. ثاني سبب عدم وجود سياسات واضحه للاصلاح بسبب الصراع بين الاحزاب. دلل ساندت الولايات المتحده الامريكيه اسرائيل في عدوان 5 يونيو. طبعا الولايات المتحده صورت اهم المواقع المصريه وادتها لاسرائيل، فاسرائيل استخدمت الصور دي لضرب الاماكن دي بالطيارات بتاعتها. طب لو قال لك مساعده الولايات المتحده الامريكيه بس مش في العدوان في حرب 73 هيبقى مساعدات ماليه وعسكريه وسياسيه. طبعا عسكريا اللي هو الجسر الجوي
زائد ثغره الدفرسوار، ثاني مساعدات اللي هي الماليه طبعا الفلوس اللي هي ادت لها، اما اساسيا لما تتخانق مع اعضاء مجلس الامن واصدروا قرار 338 بوقف الحرب بين مصر واسرائيل وحل الامر بطرق سلميه. اهم انجازات ثوره يوليو في مجال التجاره طبعا طالما التجاره يبقى اسواق، فتح اسواق جديده وتنصير البنوك وشركات التامين والاستيراد والتصدير. ما العلاقه بين حرب الاستنزاف ومبادره روجرز؟ طبعا من نتائج حرب الاستنزاف تقديم الولايات المتحده الامريكيه لوزير الخارجيه الخاص بها اللي هو روجرز مبادره عرفت بمبادره روجرز لوقف الحرب وحل الامر بطرق سلميه. يذيع البيان الاول لثوره 23 يوليو صوت طبعا صوت انور السادات، لو قالك باسمه يبقى محمد نجيب. رقم 2 خرجت قرارات فرض الالتزام بريطانيا على فلسطين طبعا من دوله ايطاليا لان مؤتمر سان ريمو كان في ايطاليا. ثالث سؤال يقول لك عقد المؤتمر بانو من سنه 1955 طبعا في دوله اندونيسيا. صدر قرار مجلس الامن رقم 242 طبعا بعد عدوان 1967. دلل اهتمام ثوره يوليو بحقوق العمال والموظفين هتبقى تحديد ساعات العمل واصدار قوانين التامينات والمعاشات بالنسبه للعمال. رقم 2 عدم التزام اليهود بالهدنه الدوليه التي اعلنها مجلس الامن سنه 1948. طبعا في بدايه الحرب كنا نكسب، فالولايات المتحده الامريكيه قدمت اقتراح لمجلس الامن وقف القتال واقامه هدنه لمده شهر. الهدنه دي ولا اليهود ولا العرب يطوروا نفسهم ولا يجيبوا سلاح ولا اي حاجه، احنا التزمنا واليهود ما التزموش. فلما الشهر خلص ورجعنا تاني فهنا ظهر التفاوض بتاع اسرائيل. الصورة الرابعة يقول لك اكتب المصطلح تنظيم كونه ضباط الجيش المصري سنة 1953 بهدف استقلال الوطن وقطاع الفساد، طبعا ده تنظيم الضباط الأحرار. معاهدة جعلت مصر ميدان الحرب العالمية الثانية اللي هو معاهدة 1936. تصريح بريطانيا لضمن إنشاء وطن قومي ليهود في فلسطين طبعا ده تصريح بلفور. معركة انتصرت فيها القوات المصرية على القوات الإسرائيلية عند مدينة بور فؤاد طبعا دي رأس العش. ماذا كان يحدث إذا لم تنهزم القوات العربية في حرب فلسطين؟ خلي بالك ماذا كان يحدث إذا هو ما النتائج بس بقى مفيه. تبقى عدم استيلاء إسرائيل على فلسطين ما عدا قطاع غزة والضفة الغربية والقدس اللي اتقسمت بين العرب واليهود. ما رأيك في قرار تأميم شركة قناة السويس؟ خلي بالك رأيك مش رأيك الشخصي، رأي المنهج. هقول طبعا رأيي سليم أو رأيي صحيح حيث أصبحت تحت إدارة مصرية. السؤال الأولاني يقول لك مبدأ الأرض مقابل السلام طبعا ده كان مؤتمر مدريد سنة 1991. رقم 2 حصل على وسام نجم تينا طبعا هيبقى احمد اسماعيل. انت عندك اللي تكرمه احمد اسماعيل وسعد الدين الشاذلي، احمد اسماعيل خد نجم تينا اما الشاذلي خد قلادة النيل العظمى سنة 2012. رقم 3 عدد الى السيادة المصرية سنة 89 طبعا هتبقى طبعا طابة عن طريق تحكيم الدولة. رقم 4 تنحى الرئيس مبارك عن الرئاسة وتسلم السلطة. خلي بالك مبارك لما تنحى اللي مسك القوات المسلحة. لما عزلوا الرئيس محمد مرسي اللي مسك رئيس المحكمه الدستوريه اللي هو عدلي منصور، خلي بالك الرئيس مبارك هيبقى عندنا القوات المسلحه، اما الرئيس محمد مرسي هيبقى بعد منها عدلي منصور اللي هو رئيس المحكمه الدستوريه اللي هو. سؤال بيه يقول لك ما النتائج المكتوبه على نجاح الضربه الجويه في حرب اكتوبر؟ طبعا هقول هنا ايه؟ ادى ذلك الى تحطيم الطائرات والمعدات الاسرائيليه، 2 تحطيم خط بريف 6 ساعات، 3 انشاء معابر على طول وقناه لمرور الدبابات، 4 رفع العلم المصري في سيناء، 5 اسر المئات من الجنود الاسرائيليين. رقم 2 التطبيق غير السليم لسياسه الخصخصه في مصر قبل سنه 25 طبعا هيقول ادى ذلك الى ارتفاع الاسعار والخروج لعدد كبير من العاملين في الدوله بنظام التقاعد المبكر. رقم 3 توقيع معاهده السلام بين مصر والسويس سنه 1979 وادى ذلك الى رفع العلم المصري على سيناء ما عدا مدينه طابا سنه 1982. رقم 4 قرار التحكيم الدولي في سبتمبر 1988 ادى ذلك الى رجوع طابا الى السياده المصريه سنه 1989. يقول لك ما العلاقه بين التكنولوجيا المتطوره ووسائل الاتصال وثوره 25 يناير؟ طبعا العلاقه هنا ان التكنولوجيا المتطوره ساهمت في اندلاع ثوره 25 يناير. رقم 2 قرار مجلس الامن ومعاهده السلام من نصوص معاهده السلام تطبيق الكامل لقرار مجلس الامن. رقم 3 بيقول لك رئيس الهيئه التي قامت باعداد دراسه لحنسب التوقيتات. طالما توقيتات يبقى محمد عبد الغني الجمسي. محمد عبد الغني الجمسي توقيت عبد الغني الجمسي. حط خطة عبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف ده هيبقى سعد الدين الشاذلي. انما القيادة العامة الموحدة على الجبهة السورية والجبهة المصرية هيبقى احمد اسماعيل. رقم 2 عقدت انتخابات رئاسية مبكرة سنة 2013 طبعا في عهد الرئيس عدلي منصور. رقم 3 حدث مفاوضات سرية بين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية اسفرت عن عقد نقط بواشنطن هتبقى اوسلو. خلي بالك
اوسلو سرية في النرويج في اوسلو، انما علنية في واشنطن سنة 93. طب رجعت السيادة عن طريق التحكيم طبعا الدولي. حدد وجه الشبكة بين خط بريف وخط الوان الاثنين خطوط دفاعية اسرائيلية. لما كنت سافر عقد معاهدة السلام طبعا هيبقى انور السادات. تولى حكم مصر بعد فوز الانتخابات الرئاسية سنة 2014 طبعا ده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. دعا لعقد مؤتمر كامب ديفيد طبعا ده كارتر رئيس امريكا. قاد سلاح الطيران طبعا ده حسني مبارك. قارن بين اسباب ثورة 25 واسباب ثورة 30 يونيو. 25 هي سوء الاحوال الاقتصادية، سوء الاحوال الاجتماعية، سوء الاحوال الصحية، استمرار العمل بقانون الطوارئ وتزوير الانتخابات. اما ثورة 30 يونيو طبعا هتكون بسبب استمرار سوء الاحوال الاقتصادية واستمرار سوء الاحوال الاجتماعية. ظهرت المرأة المصرية على الساحة السياسية أول مرة منذ طبعا ثورة 19. ده ملغي ساهمت مصر في تأسيس حركة عدم انحياز طبعا في مؤتمر بان دونغ. من هو أنشأ مجلس الشورى اللي هو طبعا ده خليل إسماعيل. أصدرت أول مجلة نسائية جميلة حافظ والمجلة اسمها الريحانة. أول مجلس تعيين البنات طبعا ده خليل إسماعيل. أول وزير للشؤون الاجتماعية في مصر 62 طبعا هتبقى حكمة أبو زيد. طب لو شال 62 وكتب 71 هتبقى عائشة راتب. وضح دور المرأة المصرية في الحياة النبوية من 71 ل 81. عندي وزيرة الشؤون الاجتماعية اللي هي عائشة راتب، وعندي أمال الدكتورة أمال عثمان اللي هي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب. السؤال ده اللي بيقول لك أول واحد مش معايا. يعد دور منظمات المجتمع المدني المكمل للعمل الحكومي. طبعا منظمات المجتمع المدني اللي هي عبارة عن الجمعيات الخيرية والمنظمات اللي هي بتساعد الحكومة طبعا خاصة. دورها بقى ايه؟ دورها تثقيف المواطنين. 2 يحدد العلاقة بين المواطن والدولة. 3 يوفر مناخ الوحدة الوطنية. 4 يعرفوا بعض القضايا زي مكافحة الإرهاب.